بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. هذا الحديث الصحيح في قضاء الصيام عن الميت، والصيام لا يخلو إما إن كان فرضا واجبا كصيام رمضان، أو نفلا نذره المرء على نفسه فتحقق ما نذر من أجله فيجب عليه أن يصوم، أو نفلا وعد بأفى بأدائه، فلا يخلو من هذه الأحوال أو واحد منها. فما الواجب عليه وعلى أوليائه إذا مات وقد تحقق له ما نذر؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يصوم أحد عن أحد، لا فرضا ولا نفلا ولا تطوعا ولا واجب بنذر، لا يصوم أحد عن أحد، كما لا يصلي أحد عن أحد. هذا قول جمع من العلماء رحمهم الله. القول الثاني أن من مات وعليه صيام نذر أو واجب بأصل الشرع كرمضان، أنه يستحب لوليه أن يصوم عنه، رجلا كان أو امرأة. وليه، وفسروا وليه بأنه الوارث منه، فالوارث منه يستحب له أن يصوم عن مورثه ما وجب عليه بأصل الشرع ولم يصمه، أو كان أوجبه على نفسه بأن نذره لله. القول الثالث التفصيل في هذا، فقالوا إن كان واجبا بأصل الشرع كرمضان مثلا فلا يسوغ أن يصام عنه، وإنما يطعم عن كل يوم مسكينا. وأما إن كان وجوبه مما أوجبه المرء على نفسه وليس واجبا بأصل الشرع فقالوا يجوز أن يصوم عنه وليه. فالمسألة فيها ثلاثة أقوال، ولكل قول مأخذ صحيح من السنة الصحيحة. قال بعضهم: لا يصوم أحد عن أحد فرضا كان بأصل الشرع أو مما افترضه المرء على نفسه. الثاني أن للمرء أن يصوم عن غيره مما أوجبه على نفسه ومما هو واجب بأصل الشرع،
بخلاف الأول، فالأول لا يصوم أحد عن أحد، والثاني لكل واحد أن يصوم عما وجب على صاحبه المتوفى، سواء وجب عليه بأصل الشرع أو وجب عليه بالنذر وتحقق ما نذر من أجله، كأن يقول مثلا: لله علي إن نجحت بالامتحان أن أصوم 10 أيام، أو تقول المرأة: لله علي أن تزوج ولدي هذا وأنا حية أن أصوم 10 أيام، أو يقول أهل المريض: إن شفاني الله من هذا المرض فلله علي أن أصوم 10 أيام. هذا الواجب ليس بأصل الشرع، وإنما أوجبه المرء على نفسه. القول الثالث: التفصيل في هذا، فما كان واجبا بأصل الشرع فلا يصح أن يصوم غيره، وإنما يطعم عن كل يوم مسكينا. وإن كان مما أوجبه المرء على نفسه فله أن يصوم غيره أو أن يطعم عن كل يوم مسكينا. هذه 3 أقوال للعلماء رحمهم الله، وستأتينا مناقشة هذه الأقوال من هذا الكتاب الذي يوضح المراد. أما النذر فما أمكن المرء أن يعمله ولم يعمل فهو المراد هنا، وأما إذا لم يمكن المرء أن يعمله ولم يستطع أو لم يتحقق له ما نذر من أجله فلا يلزمه شيء. وكذلك ما وجب في أصل الشرع فإن قدر على أدائه وتمكن فلم يؤده، فهذا هو المراد في أنه يصوم عنه وليه. أما إذا لم يتمكن واصله العذر فلا حرج عليه. إيضاح هذا أكثر: مريض في شهر رمضان، أفطر في اليوم 10 منه واستمر فطره حتى مات قبل آخر رمضان، فهذا ليس عليه شيء لأنه لم يتمكن من الأداء. أما إذا مرض في 10 من رمضان وأفطر إلى يوم 30 من رمضان ثم تمكن من القضاء فأخره، فهذا هو المراد هل يصوم عنه وليه أم لا، لأن الأول ما تمكن من القضاء والآخر تمكن من القضاء لكنه تساهل في ذلك، فيجب أن يؤدى عنه ما وجب عليه. القول الثالث: التفصيل في هذا، إن كان مما وجب في أصل الشرع فلا يصام عنه وإنما يطعم عنه عن كل يوم مسكين، وإن كان مما لا يجب في أصل الشرع وإنما أوجبه المرء على نفسه فهذا يصح أن يصوم عنه وليه. فإن تعدد الأولياء صح أن يقتسموا الأيام الواجبة بينهم، فإن كانت مما يلزم فيها التتابع فيلزم أن يتابع بعضهم بعضا فيها، وإن كانت مما لا يلزم فيها التتابع
فيجوز أن يصوموا كلهم في يوم واحد. اقرأ. مفردات الحديث: وليه، من ولي، الشيء يليه ولاية بالفتح والكسر. والولي فعيل بمعنى فاعل، وليه إذا قام به، والجمع أولياء، ويطلق على القريب والناصر ذكرا كان أو أنثى. وسيأتي فيما يؤخذ من الحديث أن المراد به الوارث. يصدق على القريب والناصر. الناصر ليس بقريب، وإنما اتفق هو وهذا على أن يتولى بعضهم ببعض ويقوم بعضهم بشؤون بعض، وأما القريب فهو الوارث. ما يؤخذ إن كان أو أنثى، حتى الأنثى لها أن تصوم عن زوجها وأن تصوم عن أبيها وتصوم عن أمها. ما يؤخذ من الحديث: أولا، الديون التي على الميت يجب قضاؤها سواء كانت لله تعالى كالزكاة والصيام أو للآدميين. ثانيا، إن أولى من يتولى أداء ذلك عنه. الديون التي على الميت عليه دين، ما هذا الدين؟ زكاة، هذه دين لله. صيام، هذا دين لله. دراهم استدانها من رجل آخر، هذا دين للآدمي. أجرة بيت توفي قبل أن يسلمها، هذه أجرة مالية، دين مالي. وهكذا، فالديون قد تكون مالية وقد تكون معنوية، عبادات لله تبارك وتعالى، كالزكاة إذا حلت على المرء مثلا في أول شهر رمضان ثم توفي في أثناء رمضان، فيجب على وليه أن يخرج زكاة ماله التي وجبت عليه في أول رمضان. ثانيا، إن أولى من يتولى أداء ذلك عنه هو وارثه الذي له عليه حق البر، فهذا من أعظم البر والإحسان. من أعظم البر والإحسان أن يصوم الولد عن أبيه، أو الولد عن أمه، أو تصوم الزوجة عن زوجها، وهكذا. ثالثا، ظاهر الحديث وجوب قضاء الصيام عن الميت سواء كان واجبا بأصل الشرع أو نذرا، فالصيام في الحديث نكرة تشمل كل صوم. وجوب الصيام عن الميت، وهذا يفهم من ظاهر الحديث، ولكن الأحاديث الأخرى والآيات القرآنية لا توجب على المرء أن يصوم عن غيره من باب الوجوب، وإنما من باب الاستحباب، لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فما يجب على الميت لا يجب على الوارث. لو كان على الميت دين، فما يجب أن نقول للوارث: سدد الدين الذي على أبيك. إن كان خلف الأب مالا فيجب أن يقضى الدين منه، إذا لم يخلف الأب مالا فلا يجب أن نلزم به الابن أو البنت أو الزوجة أو الزوجة. رابعا، إن الذي ثالثا، ظاهر الحديث وجوب قضاء الصيام عن الميت سواء كان واجبا بأصل الشرع أو نذرا، فالصيام في الحديث نكرة تشمل كل صوم. رابعا، إن الذي يتولى أداء الصيام عن الميت هو وارثه الذي انتفع بما خلفه من مال
فيقتضي ذلك القيام بأداء الديون التي لله تعالى أو لخلقه تطبيقا للقاعدة الشرعية من غنم غرم والخراج بالضمان. من غنم غرم هذه قاعدة فقهية شرعية، يعني الذي يغنم الشيء يغرم ما على صاحبه من تبعه. والقاعدة الأخرى الخراج بالضمان، يعني يجب الضمان على صاحب المنفعة الذي ينتفع بهذا الشيء يجب عليه أن يضمن. نعم. نعم. خامسا، إن إذا كان للميت عدد من الأولياء فيجوز أن يتقاسموا أيام الصيام التي على مورثهم ويصوم كل واحد منهم قسما منها سواء كانوا رجالا أو نساء أو من الصنفين ولو قاموا بالصيام في يوم واحد. هذا ما لم يكن إذا كان للميت أولياء، له أولاد كثير من بنين وبنات، وله زوجة أو زوجات، وأبوه وأمه كلهم موجودين وتشاحوا في الصيام، كل واحد يقول أنا أريد أن أصوم عن صاحبي، أو تكاسلوا عن الصيام كلهم، فلا يلزم بذلك أحد، وإنما يحثون ويرغبون في براءة ذمة مورثهم، فإن صاموا كلهم عنه بعدد الأيام التي عليه في يوم واحد أجزأ. إذا كانوا عشرة مثلا ما بين بنين وبنات وزوجات وأب وأم ونحوهم من الورثة كلهم رغبوا في الصيام، فيقال لا بأس عليكم أن تصوموا يوما واحدا عن مورثكم، أو امتنعوا عن الصيام فيرغبون في الصيام ولو يوما واحدا، كل واحد يقول أنا أصوم يومين، والآخر يقول أنا أصوم ثلاثة أيام، والثالث يقول أنا أصوم خمسة أيام، وهكذا، فيفسح المجال لهم بالتعدد كثرة وقلة. نعم. خلاف العلماء اختلف العلماء هذا إذا لم يكن يشترط فيه التتابع كالكفارة يشترط في القضاء التتابع هذا ما لم يكن يشترط في التتابع كالكفارة فإنه لا يجوز أن يصوموه جميعا، وإنما يصوم أحدهم بعضه ثم يكمله الآخر. إذا كان على المرء صيام شهرين مثلا كفارة جماع في نهار رمضان، أو كفارة قتل خطأ، أو غير ذلك من الكفارات، فقد جاء أنها صيام شهرين متتابعين، يعني ما يجزي أن يصوم كلهم في يوم واحد، بل يصوم هذا عشرة أيام أو خمسة أيام، فإذا أفطر بدأ الآخر بعده مباشرة، فإذا أفطر الثاني بدأ الثالث بعده مباشرة، حتى يكون من المجموع صيام شهرين متتابعين. نعم. كالكفارة فإنه لا يجوز أن يصوموا جميعا، لأنهم إذا صاموا جميعا ما صاموا شهرين متتابعين، فالكفارة يجب أن تكون متتابعة، يعني لا يصح أن تكون في يوم واحد. خلاف العلماء اختلف العلماء في حكم قضاء صيام من مات وعليه صيام على ثلاثة أقوال. الأول أنه على ثلاثة أقوال انتبه لها. الأول أنه لا يقضى عنه بحال لا النذر ولا الواجب،
بأصل الشرع، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة. الثاني يصام عنه النذر دون الواجب. الأئمة الثلاثة لا يرون العمل بهذا الحديث للصارف، قالوا لأنه خالفه راويه، ابن عباس رضي الله عنه راوي هذا الحديث، قالوا خالفه فلا يراه، فهو أعلم بما روى، فلا يجوز أن يصوم أحد عن أحد لا فرضا ولا نذرا. هذا القول الأول. نعم. وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، من هم؟ أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمة الله عليهم أجمعين. نعم. الثاني صيام يصام عنه النذر دون الواجب بأصل الشرع، وهذا مذهب الثاني التفصيل، يصام عنه الواجب مما أوجبه المرء على نفسه دون ما كان واجبا في حق الله تعالى كقضاء رمضان، قالوا هذا واجب في أصل الشرع فلا يصام عنه. النذر واجب بالنذر، نذر لله إن أفاه الله أو إن حصل على كذا أن يصوم كذا، قالوا هذا أوجبه المرء على نفسه فلغيره أن يقضيه، لأنه دين شبهوه بدين الآدمي الذي يوجبه المرء على نفسه، فهذا يقضى عنه يصام عنه. نعم. ثاني. الثاني الثاني يصام عنه النذر دون الواجب بأصل الشرع، وهذا مذهب الإمام أحمد والليث وإسحاق وأبي عبيدة ونصر بن القيم. الإمام أحمد رحمه الله يقول إذا أوجب الإنسان على نفسه صيام نذر فيصام عنه، أما إذا كان واجبا بأصل الشرع فلا يصام عنه بل يطعم عنه. يفصل بين الواجب بأصل الشرع وبين ما نذره المرء على نفسه. نعم. وهو مذهبه، وهذا مذهب الإمام، وهذا مذهب الإمام أحمد والليث وإسحاق وأبي عبيد ونصره ابن القيم. هذا قول أئمة الحديث فقهاء المحدثين رحمة الله عليهم، أو محدث الفقهاء، هؤلاء يفصلون بين الواجب بأصل الشرع وبين الواجب الذي أوجبه المرء على نفسه، قالوا ما أوجبه على نفسه نلحقه بالدين كدين الآدمي، والله جل وعلا حق أن يقضى، وما وجب بأصل الشرع فلا يصام عنه وإنما يطعم. نعم. الثالث يصام عن الميت النذر الذي تمكن من أدائه ولم يصمه كما يصام عنه الواجب بأصل الشرع، وهذا قول أبي ثور وأهل الحديث ونصره ابن حزم وجماعة من محدثي الشافعية، وعلق الإمام الشافعي القول به على صحة الحديث. قال البيهقي لو وقف الشافعي على جميع طرق الأحاديث لم يخالفها إن شاء الله، واختار هذا القول الشيخ عبد الرحمن السعدي وقال إنه اختيار شيخ الإسلام في جميع الديون التي على الميت لله أو للآدميين، أوجبها على نفسه أو وجبت عليه بأصل الشرع. هذا القول الثالث أنه لا فرق بين النذر الذي أوجبه المرء على نفسه وبين صيام رمضان الذي هو واجب بأصل الشرع، كله يصام عنه، يصوم عنه وليه، وهذا قال به جمع من العلماء رحمهم الله، ولعل هذا أولى بالصواب والله أعلم، لأنه صيام وجب على المرء سواء كان أوجبه على نفسه أو وجب بأصل الشرع، فيجب أن يقضى عنه، وهو مفهوم وظاهر هذا الحديث. وقال الإمام الشافعي رحمه الله إن صح هذا الحديث فأنا آخذ به. قال الإمام البيهقي رحمه الله
لو اطلع الإمام الشافعي على صحة هذا الحديث، لأن هذا حديث صحيح لأخذ به، فهو عند البيهقي وجمع من العلماء ومن المحدثين خاصة أنه صحيح. القول الثالث يصام الثالث يصام عن الميت النذر الذي تمكن من أدائه ولم يصمه، كما يصام لا تمكن من أدائه، كان يقول مثلا لله علي إن شفاني الله من هذا المرض أن أصوم 10 أيام، إذا لم يشف من هذا المرض فليس عليه ولا على وارثه شيء، لأن هذا نذر أوجبه على نفسه بشرط إن صح من هذا المرض وشفي فعليه الصيام، ما دام ما صح ولا شفي فلا يجب عليه الصيام. الثاني تمكن من أدائه ولم يقضه، إذا مرض مثلا أيام طويلة وقال إن الله عافاني من هذا المرض لا أصومن 10 أيام، فشفي في محرم، استمر معه المرض إلى محرم، فشفي إلى محرم وتمكن من الصيام محرم وصفر وربيع الأول، ثم مرض في ربيع الثاني مرضا آخر ومات، هذا الذي تمكن من أدائه ولم يقضه هذا يجب أن يصام عنه وليه، هذا هو المراد. أما ما لم يتمكن من أدائه فلا يصام عنه ولا يجب. كما يصام عن الميت يصام عن الميت النذر الذي تمكن من أدائه ولم يصمه، كما يصام عن عنه الواجب بأصل الشرع، وهذا قول أبي ثور وأهل الحديث ونصره ابن حزم وجماعة من محدثي الشافعية، وعلق الإمام الشافعي القول به على صحة الحديث، لأن هذا يدل عليه هذا الحديث دلالة صريحة، من عام مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه، صام عنه وليه، هذا صريح صحيح والحديث متفق عليه، فلا مجال للشك في صحته. ولذا قال الإمام البيهقي رحمه الله لو اطلع الشافعي على طرق هذا الحديث لقال به لأنه صحيح. قال البيهقي لو وقف الشافعي على جميع طرق الأحاديث لم يخالفها إن شاء الله، واختار هذا القول الشيخ عبد الرحمن السعدي، وقال إنه اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله هو شيخ المؤلف عبد الله البسام رحمة الله عليهما. قال البيهقي لو وقف الشافعي على جميع طرق الأحاديث لم يخالفها إن شاء الله، واختار هذا القول الشيخ عبد الرحمن السعدي، وقال إنه اختيار شيخ الإسلام في جميع الديون التي على الميت لله أو للآدميين، أوجبها على نفسه أو وجبت عليه بأصل الشرع. هذا القول قال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والقول الثاني نصره ابن القيم الذي فرق بين النذر وبين الواجب بأصل الشرع، والقول الأول العموم الذي أخذ به الأئمة الثلاثة إنه لا يصوم أحد عن أحد. واستدل المانعون بأدلة المانعون من صيام الغير عن الميت، القول الأول ما هي أدلتهم؟ منها قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قالوا ليس له أجر إلا فيما عمله بنفسه،
وأما أن يعمل الغير العمل فلا أجر للمرء في ذلك، وهذا قول مردود ما تدل عليه الآية، والآية تدل على أنه ليس للإنسان من الثواب المحقق إلا ما سعى فيه، وأما ما سعى في غيره فلا يطمع الوالد أن ينال من ثواب ولده شيء، ولا يطمع الولد أن ينال من ثواب والده شيء، فليس للإنسان إلا ما سعى. وأما إذا صام الوالد عن الولد أو صام الولد عن الوالد فهذا تبرع من ذلك يجوز. نعم وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يصل أحد عن أحد، لا يصلي أحد عن أحد ولا يصم أحد عن أحد، رواه النسائي في الكبير. وروي عن عائشة مثل ما روي عن ابن عباس، وهما راويان لحديثي الصيام عن الميت، ومع هذا خالفاهما، فاتباع رأيهما في ذلك أولى لأنهما أعلم بمعنى الحديث. واستدل المجوزون للقضاء مطلقا بحديث الباب، فإنه عام في الوجوب. هذا القول الأول لا يصم أحد عن أحد، لذا قال الأئمة الثلاثة رحمة الله عليهم لا يصوم أحد عن أحد، ولم يأخذوا بهذا الحديث. نعم واستدل المجوزون للقضاء مطلقا بحديث الباب، فإنه عام في الواجب بأصل الشرع والواجب بالنذر، كما استدل. هذا هو الواجب، هذا هو الدليل الواضح، أنه سواء وجب بأصل الشرع أو وجب بإجاب المرء على نفسه، أنه يصح أن يصوم عنه غيره، لأن الحديث صريح في هذا. نعم. كما استدلوا بحديث ابن عباس الذي في البخاري ومسلم، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال نعم، دين الله أحق أن يقضى. وأما المفصلون فيرون أن حديث الباب وحديث ابن عباس رضي الله عنهما خاصان بالنذر، ونصر هذا القول ابن القيم وقال لا يصم أحد عن أحد، مراده في الفرض، وأما النذر فيصام عنه، وبهذا يظهر الاتفاق بين الروايات. وزاد ابن القيم بقوله النذر ليس واجبا بأصل الشرع، وإنما أوجبه الإنسان على نفسه، فصار بمنزلة الدين الذي استدانه. ما أوجبه المرء على نفسه منزلة الدين الذي استدانه، أما ما وجب بأصل الشرع فهذا أوجبه الله جل وعلا على عباده، فقالوا ما وجب بأصل الشرع ليس له حكم الدين، بل لا يصم أحد عن أحد، وأما ما أوجبه المرء على نفسه فهذا حكم دين الآدمي، ودين الآدمي بلا إشكال إذا أداه أحد عن الميت تأدى عنه. وسر الفرق بينهما أن النذر هو التزام المكلف بما شغل به ذمته، لأن الشرع ألزمه به ابتداء، فهو أخف حكما مما أوجبه الشارع أصلا شاء أم أبى، والذمة تسع المقدور عليه والمعجوز عنه، بخلاف واجبات الشرع الأصلية فهي على قدر طاقة الإنسان. والراجح أن الحديث عام في الواجب بأصل الشرع والواجب بالنذر، والأحاديث والراجح هذا القول الذي يرجحه المؤلف رحمه الله، على أنه رجح القول الثالث الذي هو اختيار شيخه عبد الرحمن السعدي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو ما دل عليه هذا الحديث. نعم. والراجح أن الحديث عام في الواجب بأصل الشرع
والواجب بالنذر. والأحاديث والآثار المعارضة لهذا الحديث لا تقاوم هذا الحديث ولا تصلح لمعارضته. لا تقاوم هذا الحديث، لأن هذا الحديث في الصحيحين فهو قوي وصحيح وصريح، فما خالفه لا يساويه. وتوجد النصوص الصحيحة الكثيرة من السنة تسند معنى هذا الحديث، فقد قالت المرأة الخثعمية للنبي صلى الله عليه وسلم: إذن أحج عن أبي؟ فقال: نعم. رواه البخاري ومسلم. ومثلها المرأة الجهنية لما قالت: إن أمي نذرت أن تحج حتى ماتت، أفحج عنها؟ فقال: نعم حجي عنها، اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري ومسلم. وأفتى سعد بن عبادة أن يتصدق عن أمه لما ماتت ولم تتصدق. وأفتى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة، سعد مفعول، وأفتى سعد بن عبادة أن يتصدق عن أمه لما ماتت ولم تتصدق، ومن نيتها أن تتصدق. وهذه أحاديث في الصحيحين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس القادم إن شاء الله يوم الثلاثاء في صوم التطوع وما نهي عن صومه. يقول السائل: بالنسبة لإطعام 30 مسكينا، هل لا بد من توزيعها عن 30 على 30، أم لو أخرجهم لأسرة كفى؟ بل الأولى خروجا من الخلاف أن تعطى 30 مسكينا ولا تعطى 5 أو 10 تكرر بينهم، وإنما تعطى 30 مسكينا. لفعل أنس رضي الله عنه، فإنه فسر هذا الحديث بأنه كان إذا دخل رمضان جمع 30 مسكينا وأطعمهم طعاما يشبعهم وافطر سائر الشهر. وإلا لو أعطي لكل مسكين نصيبه وكرر بين 5 أو 6 فلعله مجزئ إن شاء الله. يقول السائل: عندنا في بلادنا إذا مات شخص ما تقوم بعض النساء بدفع مبلغ من المال لزوجة الميت مساعدة لهم على مصاريف العزاء، فما حكم هذا الفعل؟ أما المساعدة لنفقات العزاء فهذا لا يجوز، لأن أصل العزاء بدعة، اجتماع الناس وأكلهم الأكل وشربهم الشراب على نفقة أهل الميت لأجل العزاء هذا من البدع. أما أن تتصدق المرأة على زوجة المتوفى بما تيسر لها من الدراهم معاونة لها على نفقة أولادها فلا بأس بذلك، هذا من الصدقات المستحبة. يقول السائل: ما حكم خلط ماء زمزم بماء عادي وإهداؤه للناس، لأنه لا يسمح إلا بأخذ كمية قليلة في الطائرة؟ هذا لا بأس به، أصل الخلط لا بأس به، لكن ما يسوغ لك أن تموه على الناس فتقول هذا كله من زمزم، تخبر بذلك، تخبر بالحقيقة والواقع، وتقول: أتيت بشيء قليل من ماء زمزم فخلطت معه ماء كثيرا وهذا منه. هذا لا بأس به وخلطه جائز.
يقول السائل: امرأة زوجها في السعودية وعندها 3 أولاد أكبرهم في بداية 9، فهل يصلح أن يكون محرما لها؟ السن سن التمييز تبدأ من 7 سنين إلى حد البلوغ، والمميزون من الأولاد يتفاوتون، فيه مميز يصلح محرم لأنه أذكى وأجود من البالغ، وفيه مميز لا يصلح محرما لأنه لا يقي المرأة التي هو معها ولا تستفيد منه، وإنما هي توجهه وهو لا يستفيد لا تستفيد منه شيئا. فالمحرم كلما كان أكثر تمييزا فهو أولى. يقول السائل: هل يجوز للزوج أن ينكح زوجته عندما انتهت من أيام دم الحيض قبل أن تغتسل الوضوء الأكبر؟ هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء اشترط في الحيضة الثالثة أن تتم بما في ذلك الاغتسال، وآخرون قالوا إنها لا تصح الرجعة ما دام انقطع دم الحيضة الثالثة، فما دامت لا تصح الرجعة فيجوز أن تنكح زوجا آخر. يقول السائل: كيف يسوي الإمام الصف إذا كان في الصف بعض كبار السن ويصلون على الكراسي؟ يسوي حسب القدرة، كلما كان الصف أعدل فإنه تكون الصفات أتم، إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، ويقول الإمام: سووا صفوفكم، فعلى الصفوف أن تستوي. والصلاة صحيحة مع عوج الصف. يقول السائل: المحرم إذا استعمل الصابون المعطر ولم يجد غيره ماذا عليه؟ إذا اغتسل أو غسل يديه بالصابون المطيب لا حرج على المرء أن يصلي أن يغتسل أو يتوضأ بالصابون العادي، لكن الصابون المطيب ينبغي له أن يتحاشاه، فإن لم يتحاشاه فلا بأس، لأنه لا يعتبر طيب وإنما هو مطيب رائحته حسنة ولا يعتبر طيبا. فمن أراد أن يتطيب مثلا لا يذهب ليغسل يديه بالصابون، وإنما هي الصابون هذا وسيلة تنظيف، فلعله لا بأس عليه إن شاء الله. يقول السائل: هل مس الفرج بدون حائل وبدون شهوة يبطل الوضوء؟ نعم، هذا السؤال. يقول السائل: هل مس الفرج بدون حائل وبدون شهوة يبطل الوضوء؟ نعم، هذا مما ينقض الوضوء مس الذكر، سواء كان بشهوة أو بدون شهوة، لأنه مظنة الشهوة، وإن لم يكن فيه شهوة بدون حائل. أما إذا كان من وراء السروال أو الإزار أو الثوب فلا يؤثر. يقول السائل: 3 إخوة اشتركوا في شراء شقة سكنية، وجاء واحد منهم وجرى له حادث وصرفوا عليه كثيرا، هل لهذا الأخ حق في الشقة وهو يقول لهم لا أريد شيئا وأنا متنازل عن حقي؟ كأنه يقول إن 3 اشتركوا في صرف قيمة شقة فاشتروها بمالهم، ثم إن أحدهم حصل عليه حادث فصرف عليه إخوته أكثر مما دفع من قيمة الشقة، ثم تنازل عن حقه في الشقة، فإذا تنازل تنازلا شرعيا فلا بأس بذلك، فلا يسق لولده أن يطالب بحق أبيه. وإذا كان التنازل مدخولا فيه فينظر عند القاضي، إن اعتبره تنازلا شرعيا فلا يسوغ لولده أن يطالبوا بحق أبيهم، وإن لم يعتبره
فالأمر لله ثم للقاضي حسب ما يظهر له، لأن هذه المسألة ما يصلح فيها الفتوى، لأنها مجال نزاع بين ولد المريض وإخوانه. يقول السائل: ما هي أرجأ وأفضل أوقات الدعاء؟ أوقات الدعاء أوقات الإجابة آخر الليل بين الأذان والإقامة لكل صلاة، عند الفطار الصائم، عند انشراح صدر المسلم للدعاء فيعلم أن الله تفضل عليه بالإجابة فعليه أن يلح بالدعاء، وعند المقام وعند الحجر الأسود وداخل المسجد الحرام وهكذا، وبعد أداء العبادة من قضاء رمضان أو الحج أو غير ذلك من أوقات الإجابة. فأوقات الإجابة كثيرة ولله الحمد، فعلينا أن نكثر من دعاء الله جل وعلا والتضرع له. يقول السائل: هل صحيح أن هناك عمرة خاصة بشهر شوال؟ لا يا أخي، لا أعرف ذلك، وإنما العمرة التي توضل على غيرها عمرة في رمضان، وأما غيرها فلا فضل لواحدة على الأخرى، إلا أنها في أشهر الحج قد تكون أفضل من غيرها، ومن أشهر الحج شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. هذا ما يجاب عليه. الحلف الطلاق ما يجاب عليه، يظهر يذهب للقاضي ليستفتيه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.